مرة في تاريخ التلفزيونات العربية أعزائي تجتمع أربع نساء ضمن برنامج تلفزيوني جديد على شاشة ام بي سي. كلامنا واعي، يعني إيه؟ جد ولعب وجد وحب. حاولنا قدر الإمكان أن نعكس صورة العائلة العربية من المحيط إلى الخارج. إحنا الآن في بداية موسمنا الجديد، لكن هذا الموسم موسم غير. إنه يعيش برنامج العمر هذا كله بهذه القوة، يعني كلامنا واعي عن شيء مختلف. We are rolling, stand by. الموعد يتجدد مع تجربة تلفزيونية واكبها الملايين عبر 18 موسماً مليئاً بمحطات ملهمة، واكبت التحولات الاجتماعية ومدتها بشهادات أمل وقصص نجاح. طبعاً إنه كلام نواعم. مساكم الله بالخير من كلام نواعم. واكب البرنامج المتميز صعود المرأة السعودية وابتكارات الشباب، محطماً بجرأة بعض التابوهات البالية وملقياً الضوء بواقعية على المشاكل والتحديات الاجتماعية. انطبعت وجوه مقدمات البرنامج بوجدان جيل بأكمله ولا معنى على امتداد الدول العربية. أما في موسمه 19 إنها الحلة الجديدة مع ثلاثة أجيال مختلفة، لكل منهن وجهة نظر، رأي ومقاربة مختلفة ستضيف إلى النقاش وتغني الموضوعات المطروحة. إليكم مقدمات كلام نواعم للموسم الجديد. أنا أميمة عزوز، إحدى رائدات تصميم الأزياء في السعودية. عرضت العباية السعودية في برج إيفل، وهذا كان أفضل عرض قدمته لأنه يمثل العباية العربية. قدرت أوصل صوت المرأة السعودية وأحسس العالم إنه المرأة قادرة على إنها فعلاً تكون وتصبح لها دور مهم في المجتمع. أنا ديمة الأسدي، مدونة أزياء وموضة من العراق وساكنة بدبي. درست طب الأسنان بس دخلت مجال الأزياء والموضة بالصدفة. طبعاً أنا أم إلزومي وعمرها 3 سنين، كلش أحب أشارك تجربتي بالأمومة أحياناً ويا متابعيني على السوشيال ميديا. وجداً سعيدة أنه حتكون أول تجربة إلي بتقديم البرامج ويا كلام نوعاً. أنا بيرلا حلو، ملكة جمال لبنان لسنة 2017 وتوب 20 بمس وورلد. معي دوبل ماستر بالماركتينج والفاينانس، عم بدرس تمثيل وكمان مؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي. وهيدي أول تجربة لإلي بتقديم البرامج مع كلام نوعاً. مساء الخير وأهلا بجميع المشاهدين بأول حلقة من كلام نواعم بالموسم 19. إن شاء الله نقدر أنا وزميلاتي ديما وأميمة، يلي كل واحدة منا من جنسية وبيئة مختلفة، نكمل مسيرة كلام نواعم ونخوض معكم تجربة جديدة وممتعة بمواضيع ملهمة ومتنوعة من كل أنحاء الدول العربية. ديما خبرينا أنت عن حماسك. والله ما أعرف أقدر أعبر شقد أني متحمسة وسعيدة. طبعاً أكيد مرحباً بيتش أنتي، ومرحبا أميمة اللي هي ويانا على الزوم، وإن شاء الله نعد الأيام وليالي حتى تجين ويانا بالاستوديو. إن شاء الله أكيد حبيبتي. طبعاً أني جداً 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 فرحانة أنه أنا انضميت لعائلة كلام نواعم، كلش متحمسة لهالموسم، متحمسة أشوف المواضيع اللي حنطرحها، الضيوف اللي حنستقبلهم، ومتحمسة أنه أكون ويا زميلاتي أميمة وبيرلا. حبيت أنه إحنا كل وحدة تمثل جيل حلو، حابة أسمع آرائكم، تعرف عليكم أكثر بهالسيزن. وبصراحة أني جداً فخورة أنه أني ويا كلام نواعم، لأنه هذا البرنامج أعتبره من البرامج اللي إلها تأثير كبير على كل السنين اللي مضت، على كل امرأة عربية، دخل كل بيت عربي. فكل فخر أني قعدت بهالمكان اللي كان فيه قبلي نساء ناجحات وعريقات يعني. فجداً فخورة أني حكون وياكم بهذا السيزن على قناة ام بي سي. أميمة إيش قد حماس تقولي لنا؟ أنا قصتي مع كلام نواعم طبعاً قصة 19 سنة، من 2002 من يوم ما بدأت كلام نواعم، كانت من أكثر البرامج اللي أحرص وأهتم إني أنا أحضرها من الأول. هي برنامج للمرأة العربية وللمجتمع، بتلامسنا، بتلامس كل قضايانا، وبتكون صادقة في عرضها للآراء والنقاشات، وفي عندها مساحة من الحرية جميلة. أنا الآن سعيدة إني أنا ضمن هذا الجروب الجميل، طبعاً صديقاتي
ديما وبيرلا، وإن شاء الله إحنا جروب في نوع من التفاؤل، في نوع من الانسجام، في زي ما قلت ناس ثقافات مختلفة وأعمار مختلفة، وحنستفيد من بعض إن شاء الله. فعلاً أكثر شيء ممكن يميزنا أكيد إحنا أكيد من جنسيات مختلفة، أعمار مختلفة، آراء مختلفة، أحس حتكون عندنا نقاشات حلوة. وأنا ديما كمان كنت بدي أقول شغلة، أني كتير مبسوطة أنه تعرفت عليك، كنت بعرفك عبر السوشيال ميديا. تعرفنا هسه على بعض، وهسه بعد الأيام جاية حنتعرف على أميمة كمان. على أميمة أكيد أكيد. وطبعا إحنا عندنا كتير مواضيع رائعة ومثيرة، وأكيد أتمنى الحلقات الجاية أكون معاكم في الاستديو.